الجمعة 3 أوت 2018 جمهور الحمامات كان عنده موعد مع مجموعة فنية من قلب البلد ومن شوارع مصر. بدأوا مشوارهم عن 1999 ويحطوا رحيلهم على ركح مسرح هوية طلق بالحمامات. حبت واحد ينخل مجموعة وسط البلد انطلقوا في مغامرة موسيقية غيرت من ملامح الساحة الفنية العربية. ينجوا في موسيقى حقيقية بكلمات من قلب الشارع، كلمات عميقة في بساطتها، كلمات مأخوذة من وحي الواقع اليومي يخرجوا بها على المألوف والسائد. لا سبيكتاكل يعمل كيف ديجا نستنى فيه يعني برشا الجروب هذايا. عملنا جو ريشيرش كبيره في الموسيقى هذاك اللي يعملنا عليه كيف كان. ان شاء الله ديما نشوفوا دي جروب كيما هكا ودي سبيكتاكل حلوين. وسط البلد على ركح مهرجان الحمامات الدولي ينطق بحكايه البلد من عمق البلد ومن ضواحي البلد. يصنعوا عالمهم الخاص بيهم، عالم يتميز بطاقه كبيره فنهم الجماليات. كان عرض ناجح، عرض كبير، ابدعوا على الركح واطربوا الجمهور. غنوا عده اغاني من وحي الواقع ومن الحياه اليوميه مما خلى الجمهور يتفاعل معاهم بكل حب. انا وفيت موسيقى ما نعرفهاش، وفما شكون صديقه معناها قالت لي على الواحد شفت دو فيديو يوتيوب ميكي جيت تصدمت معناها خير برشا في اللايف عنده انرجي سيد مش نورمال مريض وتبارك الله عليه عظمه على عظمه.